السلام عليكم. اليوم احنا عندنا مناسبة ذكرى زواجنا اللي صار لنا 15 سنة سوا، فقررنا نرجع بالزمن لورا، بس رجعنا أكثر من اللازم. رجعنا تقريبا 40-50 سنة، ورجعنا إلى أحياء اليابان القديمة، ورح ناخذكم بجولة شوفكم الشوارع مع اليابان قبل شون كانت والمطاعم. خلوكم ويانا واستمتعوا جولة كلش حلوة. يمشوا ويانا يمشي. توكي شوف الإنارة عندنا ببغداد، كانت عندنا هاي الإنارة القديمة. هذا محل السجائر الدخان، الجيجاير هيك كان، هذه يعرضون الجيجاير هيك. وداخل المحل تلقى شخص يبيع تباكو، يعني دخان جيجاير. مثل ما تشوفون أعمدة الكهرباء. هذا محل، هذا مصور. هذا حمام. نعيما تفضل تفضل. صابونة والطاسة مال الحمام. هذا الدكان. قبل الناس ما كان عندها تلفزيون، فكان بس واحد بالجيران عنده تلفزيون. شنو نجي احنا شو نسوي؟ نباوع. ايش عندي؟ نشوف الالعاب الاولمبيه مال طوكيو. هذا البيت مشغل، شوف هذا التلفزيون القديم. هذه كانت السينما قبل، هذه الافلام اللي معروضه، وهذه كانت اسعار التذاكر. البالغ 170 ين، الطالب 130 ين، والطفل اصغر من 12 سنه 90 ين. هذه قبل، اسعار قبل. تشتري التذكره منها وتطب للسينما. مركز شرطة هذا، يدق التليفون ما حد جاوب ولا شرطي. هذا صاحب البيت يمكن كان ملاكم، حتى حاط القفازات بالبالكوني. هذه المحطة قبل هيك كانت، شوف لك الخريطة مال القطار، نانا خلنا نتغدى. شو نتغدى؟ رامن. نضرب رامن. تقول محل مال باكر مو رامن. يا بالريحة تموت. أريد زي ما.
هو عادة ما يكون الرامن باللحم، بس هنا هذا المحل سووه بالصويبينز، وهذه خضروات، وهذا شوية بصل وثوم، وهذا هو الرامن. كلش طيب. هذا نذوق الصوي بينز مع الرامن. خرافي خرافي، طعمه يجنن. رأيك بهذا الرامن؟ كلش طيب. من تمزج هاي الخضروات مع الرامن هيجي بلقمة واحدة، طعم يجنن. الصراحة هذه الجولة كانت في متحف الرامن في يوكوهاما. هذا من أقدم محلات الرامن بطوكيو، افتتحها سنة 1910، وهاي الواجهة مالتنا في السماء بعدها موجودة. هذه عروانة الرامن القديمة، شون احنا كان عندنا أبو اللبلبي، كان عندهم واحد يبيع رامن بالعروانة. شوف حتى لالة موجودة داخل العروانة. هذا شنو؟ رامن مانجا. رامن مانجا. شوف هذا شلون يصنع الرامن على الطريقة القديمة. سبوينه. يستم. هنا اللي يريد يتعلم شلون يسوي الرامن يدخل بهذا المكان، واكو مختصين يعلموك الطريقة الأصلية القديمة اللي يستعملون بها البامبو لعجن الرامن. مثل ما تشوف هنا بالتلفزيون، هذا هنا أنا واحد مختص بروفيشنال قاعد أعلم هذول الاثنين. هنا أنا قاعد تطبخ رامن. عفية عفية. إيه. والتشاشو شنو هو التشاشو؟ تشاشو. تشاشو هذا اسمه؟ تشاشو. يعني مثل تشاشو يسوي؟ تشاشو يسوي. تشاشو يسوي. لا صدق صدق. What's for؟ تشاشو هذا يسموه تشاشو، يلفون اللحم ويقطعوه بعدين حتى يصير ينزل على الرامن. يكون مثل هذا. واو، ينزلوه بالفرن بعدين يتقطع، بس لازم يسوون اول شيء يلفوه بهذه الطريقه. واول يوم اول مره اليوم اعرف انه اسمه تشاشو. سهله هاي. تشاشو يسوي. شوف الكتب هذه اللي على الرامن، هذا علم مو أكل. سحور الرامن. ما كنت أعرف أكو شوكليت بالرامن. هذا الشوكليت مصنوع من الرامن. أنا اشتريت هاي الشوكة مال أطفال، هاي حتى اللي ما يقدر يأكل بالشوبستيك العودان يقدر يأكل الرامن بهاي الشوكة. طبعا فكرة كلش حلوة، تدخل داخل المتحف تحس نفسك باليابان القديمة، وداخل المتحف تقدر تشتري رامن، تقدر تشتري أشياء للمطبخ، بنفس الوقت محلات ومطاعم للرامن للفيجيتيريان وباللحوم، ويوفروا لك تذكرة مثلا إذا تريد تذكرة يومية أو تذكرة للأطفال أو تذكرة لمدة 6 أشهر اللي يريد يحب يجي أي يوم. لأن هنا حوالين هذا المتحف أكو شركات وأكو موظفين يحبون يتغدون تقريبا ممكن يومية. الفكرة كلش اقتصادية وحلوة، والمكان كلش حلو، والرامن رهيب. أتمنى تكون أنه استمتعتوا بهاي الرحلة ويانا بالمتحف مع الرامن، وشفتوا شوارع اليابان القديمة. تحياتي، مع السلامة. سيونارا.